واحدة بتقول انا طالبة في كلية تجارة جامعة اسيوط في الصف الاول، وخرجت بست مواد. ست مواد نجاح ولا ست مواد بسقوط ولا مش عارف، هل استمر فيها ام احول كلية اداب بنات وسوف اخذ برأي قداستكم؟ انا دايما بالنسبة للدراسة اقول الواحد يدرس الحاجة اللي ينفع فيها، يعني تناسب عقليته، واللي ايضا تناسب المستقبل اللي هو عايزه. فان كان كلية الاداب تناسب عقليتك وتناسب مستقبلك وتقدر تحولي ليها على كيفك.